هيك بكون عملنا شوية معجنات على كيف كيفكم. هاي أفضل عجينة لتعملوا فيها المعجنات. وهي الكرواسان عندي جاهز، شايفين ما أحلى المنظر. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة لتعرفوا كل التفاصيل حتى تنجح معكم بهي الطريقة. هلا أول شيء نبلش فيه بنسمي بسم الله. عندي كوب واحد من المي الدافية، بدي أضيف عليه معلقة ونص كبار من الخميرة، خميرة فورية. هاي نص. معلقة كبيرة من السكر. بدي احركهم بشكل منيح حتى تدوب معي الخميرة. ولا بنغطيهم وبنتركهم من 10 دقائق لربع ساعة حتى تتفاعل مع الخميرة. هلا بعد ربع ساعة بنكشف عليها. شايفين كيف بلشت تطلع عندي الفقاعات؟ هيك بتعرفوا انه الخميرة عندكم شغالة. هلا بضيف عليها كوب من الحليب الدافي. اهم شيء بهاي العجينة انه تكون المي والحليب دافي. بسم الله. مع معلقة صغيرة من الملح. بنحركهم شوي مشان يدوب الملح عندي. هلا بدي اضيف عليه الطحين، ممكن تاخذ 5 كواب، 5 كواب ونص او 6 كواب حسب نوع الطحين. في طحين بيشرب مي كثير، في طحين ما بيشرب مي. هاي اول كوب. اول شيء بنضيف كوبين وبنخلط حتى يكون عندي العجن اسهل. وهي ثالث كوب وهي رابع كوب. وبنعجن. شايفين كيف صارت معي العجينه؟ هاي خامس كوب. وبنرجع بنعجن. هلا بنبلش نعجن بايدنا عشان تعطينا عجينة طرية وناعمة. بسم الله. يعني شايفين هاي قوامها كيف؟ كيف مفتفت؟ لازم تكون ناعمة جدا. بدي اضيف عليها ربع كوب من الزيت. الزيت بيعطيها ضراوة بيعطيها نعومة. انا برأيي نعجنها على الطاولة انه اريح واسرع. شايفين ما احلى هالعجينة؟ هلا هيك بعد 12 دقيقة من العجن، صار لي 12 دقيقة بعجن فيها. اللي عنده عجانة يبوس ايده، لازم تمط معي بهذا الشكل. إذا مطت معكم بهذا الشكل، عرفوا إنه العجينة عندكم ولا أحلى من هيك. هلا بنرجع بنحطها بالزبدية اللي عجننا فيها، بنغطيها، بنحطها بمكان دافي لمدة نص ساعة. بس أهم شيء يكون مكان دافي. يعني الجو هلا بارد عندكم، بتحموا الفرن شوي، بعدين بتطفوه، بتدخلوا العجينة بقلبه، نص ساعة بتكون مختمرة وتضاعف حجمها. هلا هيك بعد نص ساعة شايفين كيف صار حجمها؟ تخمرت عندي بشكل منيح. هلا بنكشف عليها، بنرش عندي هون شوية طحين، ونبلش نكورها. وبهذا الحجم. يعني تقريبا القطعة بتطلع 50 جرام، من 40 ل 50 جرام. العجينة بتشهي القلب. هلا بدي اشيل قطعة كبيرة عشان نعمل فيها الكرواسان، يعني قطعة بهذا الحجم ممتازة. هلا نبلش نفتح فيهم، رش عندي هون شوية طحين وبنفتح بهذا الشكل. شايفين ما احلى العجينة؟ بتشهي نبضات القلب. هيك الحجم ممتاز. حطها على جنب. ما بدنا نكتر طحين عشان بدنا نسكرها تلزق ببعضها. هلا هيك بعد ما فردناهم كلهم بنبلش باللي فتحناه هون اول شيء، يعني بالقطع القديمه. بنشيل الطحين هيك على الطاوله، بنجيب قطعه هوت دوغ بنحطها اول شيء. بعدين بنجيب العجينه وبنسحبها لعنا. بدي مطها. وانا عم مطها بدي لفها هيك. شايفين كيف؟ شايفين هيك بدي اياها. عندي صينيه بهذا الحجم، حطيت عليها نقطتين مي مع ورق زبده، وبتقدروا تدهنوها بالزيت بدون ورق زبده بتزبط كمان. هلا بنجي للجبنه والمرتديلا. شرحات جبنه صفراء بهذا الشكل، نحطها بالنص مع قطعتين مرتديلا. شايفين بدي اياها بهذا الشكل. هلا بنجي للجبنه السائله، بنجيب قطعه عجين بنحط عليها معلقه مليانه من الجبنه السائله. شايفين كيف؟ طبقه واحده بس. وبنكبسها بهذا الشكل. هلا بدي اقرصها بهذا الشكل. هيك شكلها ولا احلى من هيك. هلا بسكين حامية شوي بدي شرح الهوت دوغ. بالنسبة للجبنة والمرتديلا بدي اخذهم شرحة صغيرة بس هيك بهذا الشكل. لازم تحطوهم مكان دافي، يعني بتحموا الفرن شوي بعدين بتطفوه بتدخلوهم على الفرن. نجي للشوكولا، بنحط عنا شوي هون شوية طحين، نجيب القطعة بنفتحها، قوامها ما احلى العجينة. بعد ما فردناها بهذا الشكل وهي السماكة ممتازة. هلا بالسكين بدي اقطعها من قطع او بعجل البيتزا. هلا بنحط شوكولا على كل قطعة، نحط هيك بقفل معلقة
وبنمسح هلا بنلفها بهذا الشكل. شايفين هيك حجمها ممتاز، لانه هلا بده يتضاعف حجمها. هيك عندك كرواسان شوكولا جاهز. طبعا هلا بتشوفون انتم صغار، بس بعد ما يتفاعلوا بتضاعف حجمهم. هلا هيك بعد نص ساعه تخمروا عندي بشكل منيح، شايفين كيف ضاعف حجمهم. هلا بدي ادهن الوجه بالحليب، حليب سائل. الحليب بيعطيه لون ذهبي، نحن بالمحلات بنحط حليب فقط. ممكن نضيف على الجبنه السائله شويه حبه البركه تعطيها شكل حلو. هاي عند الكرواسان كمان بعد ما تخمر بشكل منيح، شايفين ضاعف حجمه، كمان بندهنه بالحليب. هلا بالنسبه للفرن، بتشغل الفرن على اعلى درجه عندكم من فوق ومن تحت لمده ثلث ساعه لنص ساعه حتى يحمى بشكل منيح. انا بدي درجه حراره عاليه جدا بالفرن، فنحن بدنا نحمي الفرن مزبوط على الاخير، بعدين نوطيه على الاخير، وبعدين بندخل الصواني. اذا نجحتوا بخبز المعجنات نجحت معكم المعجنات، لانه نص معلميه المعجنات بالفرن. قول بسم الله وندخلهم. وهي الكرواسان عندي جاهز، شايفين ما احلى المنظر. بسم الله ما شاء الله، لونه بيفتح النفس وبيشهي نبضات القلب. وهي المعجنات عندي جاهزه، شايفين ما احلى الالوان. بسم الله ما شاء الله، مناظر بتفتح النفس، والعجينه طالعه ولا احلى من هيك. شايفين قوام الهوت دوغ ما احلى، مثل الاسفنجي. وهي الكرواسان بالشوكولا، بسم الله. هاي عندنا الجبنة الصفراء، شايفين قوامها من ورا ما احلى، شوفوا كيف منفوخة من جوا. هاي عندنا الجبنة والمرتديلا، شوفوا ما احلاها طالعة. والله الطعم لا يقاوم. لا تنسوا تدعمونا الفيديو بشوية مشاركة وشوية تعليقات. سلام.